لقطه حسين الشحات مع بملك، عايز اقول لك اللقطه دي لفت العالم كله. اه طبعا، وراحت وناس، حتى انا شفت حكام في على تويتر من خلال حساباتهم اتكلموا عليها. اللقطه دي ممكن تسحب من رصيد بملك الفتره الجايه على فكره. اوكي، ان هو كحكم ما ينفعش حد يحتك بيه بالشكل ده، بس حسين تحديدا ننصحه نقول له يا كريم ما يعملش كده. يعني حسين كان منفعل للغايه، منفعل بشده، وكمان المباراه النهائيه دي ما تستحملش. خلي بالك الانفعاله دي انت كمان ما تضمنش يعني الحكم ممكن يعمل معاك ايه.